خبرت من أشجار الأريكة الساحلية في بلاو الفلبين. في فيديو قصير عن الأريكة الساحلية في البرازيل. منجروف محمية نبقين. الأريكة الساحلية أو هي وصف لنباتات تعايش في البيئات الشاطئية المليحة. تتكون الكلمة الأجنبية من كلمتين، الأولى برتغالية وتعني شجرة، والثانية إنكليزية وتعني مكان والأشجار. ومصطلح هو مصطلح بيئي يستخدم ليشمل كلا من الشجيرات والأشجار من ذوات الفلقتين والفلقة الواحدة، والتي تواجد في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية أضحلة الواقعة تحت تأثير المد البحري. وقد اقترح بعض العلماء اقتصار كلمة لتشير إلى النباتات المكونة لغابات هذه النباتات، وكلمة لتشير إلى المجتمع النباتي الذي تسوده إحدى هذه النباتات. أماكن تواجد أشجار الأريكة الساحلية في العالم. أماكن توجدها على المستوى العالمي، يوجد حوالي 100 نوعا من هذه النباتات تنتمي إلى 18 فصيلة و23 جنسا موزعة حول المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية في العالم. يوجد العدد الأكبر منها 65 نوعا في منطقة جنوب شرق آسيا، بينما يوجد حوالي 11 نوعا في العالم الجديد ومنطقة الكاريبي. أما في الوطن العربي فتواجد 3 أنواع من نباتات الأريكة الساحلية هي القرم أو الشورى باللاتينية، ويعتبر نبات القرم باللاتينية كما يسمى في الجزيرة العربية أو الشورى كما يسمى في مصر والسودان، هو نبات الأريكة الساحلية الأكثر شيوعا في الوطن العربي، حيث ينتشر حول ساحل البحر الأحمر الغربي مصر والسودان والساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية واليمن، حيث في الأخير تكون بالقرب من مدينة الحديدة، فهي أشجار شبه غارقة في مياه المد العالي، حيث تختفي جذوع الأشجار تحت الماء تقريبا، وكذلك على خليج العقبة والخليج العربي. ويبدو أن جيمورفولوجيا هو مناخ هذه السواحل تشجع نمو جماعات هذا النبات، حيث توفر الخلجان الصغيرة التي تنتهي إلى السواحل والمحمية جزئيا بالشعاب المرجانية أو الجزر وسطا ملائما لنموه بسبب كسرها لقوة الأمواج، والتي عادة ما تدمر وسط النمو وتحامل البادرات بعيدا عن مهدها. ويشير اسم الجنس إلى العالم العربي الفارسي ابن سينا صاحب القانون في الطب. أما اسم النوع فهو يشير إلى المناطق البحرية. إن هذا النوع يعتبر من أكثر نباتات الأريكة الساحلية انتشارا في العالم، حيث يمتد من شرق أفريقيا والبحر الأحمر، يتميز بكونه الموقع النموذجي له إلى الشواطئ الاستوائية وتحت الاستوائية للمحيط الهندي حتى جنوب الصين ومعظم أستراليا حتى بولينيزي وفيجي ونيوزيلندا.
تتميز نباتات القرم بتحاملها لملوحات البحر، حيث أنها تحتوي على جذور سائدة توسمر. الجذور التنفسية تعمل على تقليل تيارات المد والجزر وتسبب ترسبا هائلا في الطين والغيرين. تنبت بذور هذا النبات وهي لا تزال على الأشجار الأم، وتسقط البادرات وتطفو في الماء إلى أن تثبت نفسها في الماء الضحل، حيث تظهر الجذور النامية ربما لتكون جزيرة جديدة. وتختلف مناطق أشجار الأيكة الساحلية من حيث كثرة الأنواع، فتتميز السواحل الشرقية من القارات بالغنى والتنوع النباتي مقارنة بالسواحل الغربية للقارات. تشبه الأشجار والأيكة الساحلية أشجار الغابة المدارية المطيرة في أن جذورها سطحية وتنمو نمو أفقي بالدرجة الأولى، ويتراوح طول الأشجار ما بين 5 إلى 7 أمتار. ومن أحسن المناطق التي تنمو فيها أشجار الأيكة الساحلية المناطق التي تقع بالقرب من خط الإستو في كل من إندونيسي وغينيا الجديدة والفلبين. وبصفة عامة تقل النباتات الأيكة الساحلية في كثافتها وأنواعها كلما ابتعدنا عن خط الاستواء، حيث تقصر في بعض المناطق على نوع من الأشجار مثل أشجار القرم باللاتينية. يختلف امتداد مناطق الأيكة الساحلية على طول الساحل تبعا لظروف المحلية، ففي شرق إفريقيا تقع بين دائرة العرض 3 شمالا حتى 22 جنوبا، بينما في أمريكا الشمالية والجنوبية تمتد بين دائرة العرض 29 جنوبا في البرازيل و32 في برمودا بأمريكا الشمالية، وبين دائرة عرض 37 شمالا و38 جنوبا في أستراليا ونيوزيلندا. وقد كانت أشجار الأيكة الساحلية منتشرة في سواحل الخليج العربي الغربية، ولكن معظم الأشجار اختفت بسبب القطع الجائر لهذه الأشجار قبل ظهور النفط. معرض صور المراج فاسيلة 1999 01985052222. كتاب الجغرافيا النباتية همزة عبد الخالق صالح مهدي وعبد الوالي أحامد الخليوي الطبيعة الأولى 1999 1420 صفحة 40 كتاب الجغرافيا النباتية همزة عبد الخالق صالح مهدي وعبد الوالي أحامد الخليوي الطبيعة الأولى 1999 1420 صفحة 41 إذا بحر حليل مد والجزر فيكم منصور وملفات عن أيكة ساحلية.